لك خطر صار على المباشر يا سيف الاسلام جبايلي، وانت معنا على المباشر. يقولوا لي الزملاء بانه وزاره الشباب والرياضه وبالاخص وزير الشباب والرياضه سيد علي خالدي اتصل الحمد لله الان اتصل بنا وقال بانه سنتكفل بسيف الاسلام جبايلي. يلا الحمد تعليقك. لله كفر خيره. الحمد لله برقى بدات تظهر الجزائر الجديده الحمد لله. فكنا محقورين في وقت العصابه وبركة الحمد لله راهي بدات تبان. كثر خيره بزاف، كثر خيره الف تحيه ليه. الحمد لله الحمد لله. يعني كلمه ايضا لمن لا كما يقولوا حتى الناس نعطيو لهم حقهم، وزير الشباب والرياضه اللي اتصل في هذه الاثناء وكان من اكيد انه وزاره الشباب والرياضه كلها تتابعنا على المباشر الان، تتابع قناه النهار. واش تقول لهم على هذه الالتفاته؟ يلا راح نقول لهم كما تمد الامر الاهل نتاعو راه ما راح تكون نتائج مبهره، وراك اهل نتاعها مادام راك درك سمعتني غير سمعتني واتصلت راك اهل لهذا المنصب ان شاء الله. والوالدين الكريمين اكيد راهم يشوفوا فيك ومتوحشينك. هذا بابا ويما هذا كله راهو على جالكم انتم وعلى جال الجزائر. شكرا لك. يلا نعطي لك